مساء الخير، مساء الأيام الفضيلة، مساء ليالي العشر اللي راح تزورنا أقرب وقت. اليوم تعالوا نشوف تغطيتنا الجميلة، منتجاتنا الرهيبة اللي وصلت لعيونكم من فرع جدة، شارع 60 شمال دوار الفلك مقابل البيك. مستعدين تشوفوا والرهيب اللي وصل لعيونكم من فرع جدة تحديدا؟ يلا تعالوا نشوف أجمل وأحلى المنتجات لعيونكم. البداية من أول تقديم، من أول طبق، من أول لقمة. مع مين؟ مع شركة مجمع الشامل من قسم السيراميك. شايفين جمال الألوان؟ ممكن تعملوا بينها ميكس أو تاخذوها طقة، وبتاخذوا القطعة سواء زبدي بالحجم الصغير أو طبق تقليم بسعر 5.75 ريال هنا لبس. السعر ما بيتفوت والجمال ما بيتقاوم. ديكور جداري أو أطباق تقديم، يا حلو الزخارف وحلو الألوان. شايفين؟ بتاخذوها بالحجم الصغير بسعر 5.75 ريال هللة للقطعة الوحدة، بكل الجمال اللي انتو شايفينه، بكل التفاصيل الحلوة، بسعر ابدا ما بيتصدق. لا تفوتكم. اجمل التحف، اجمل الاضافات واللمسات البسيطة اللي بتعطي روح للمكان، حتى تقدر تضيف الاطباق كمان كديكور. ايش رايكم بالجمال؟ ايش رايكم بالاناقة؟ وبتاخذوها بالحجم الميني بسعر 5.75 ريال هللة. مرة جميلة في غرف الضيوف للرجال خصوصا، بتعطي جمال مو طبيعي. اختاروا الشكل اللي بتحبوه، محبين الخيول، محبين الاحصنة، كهدية جدا مناسبة. كمان في غرفكم، كمان في استقبالاتكم، ممكن تكون توزيعات لثيم الحفل. بتاخذوا القطعة باجمل الاحجام والاشكال والالوان. السعر كم؟ اكيد 5.75 ريال هللة بس يا بلاش. الجمال لمين؟ الحلاوة وحتى التميز الأبدي لمين؟ لعملاء وحبايب شركة مجمع الشامل. مين يحب ستايل المعدن في التقديم؟ سواء كقدور أو أطباق أو حتى أكواب، راح تشوفوا تشكيلة تخطف القلب من جمالها. بصراحة الستايل هذا جدا مميز، أبدا مو عادي ولا تقليدي. ومين اللي بيحبه؟ تقريبا الأغلب الكبار في البيت. مرة جميل كفطور للعيد أو حتى فطور العشر من ذي الحجة، ما بتتفوت. خذوها وقدموا تقديماتكم بأحلى الأشكال والأسعار. بتاخذوها بمختلف الأحجام بسعر 5.75 ريال هنا للقطعة الواحدة. بالعافية عليكم. ستايلات قطع جدا مميزة 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 لأبعد حد. شايفين الجمال، اللمعة، الدرجات والألوان، طبعا كلها ستيل أو معدن. بتاخذوا القطعة فيها ب5.75 ريال هللة، سواء حافظات الأكل، العسل أو حتى الأكواب، ممكن الزبديات والطاوة. بتاخذوها بأي حجم بسعر 5.75 ريال هللة بس يا بلاش. أكثر قطعة ممكن تجننكم، شوفوا معايا الجمال قد إيش بتجنن، حجمها، شكلها وحتى لونها. وكمان بتاخذوها ب5.75 ريال هللة بس ولا أروع. ومن قسم البرطمانات الزجاجية، الحجم الكبير، الغلق المحكم، وبسعر 5.75 ريال هللة بس يا بلاش. ايش ممكن تحفظوا فيها؟ سواء السكر، ورق الشاي، الحليب، زي ما انتو حابين. خصوصا انها شفافة زجاجية، يعني ما راح تدوري ولا تتعبي. بتاخذيها باجمل الاسعار واجمل الاحجام. الحجم الكبير ما بين 2 إلى 3، بصراحة ما بتتفوت. تميزي دائما وابدا، لا يوقف ابداعك ولا يوقف تميزك مع منتجات شركة مجمع الشامل. الذهبيات بجمالها، بتفاصيلها، بادق واجمل واحلى الاشكال، سواء عازل الحرارة، منظم الاطباق، او حامل الاكواب، وحتى علب المناديل، المزروعات الصناعية، كل التفاصيل الحلوة. بتاخذوا القطعة فيها بسعر 5.75 ريال هللة. حلا، معجنات، ايش ما كان ضيافتك، راح تلاقي القطعة الحلوة اللي بتجملها وتكملها. محبين الفضي كمان، آمروا تدللوا، الجمال كله لعيونكم. ايش ما كنت حابة من ستايل، سواء فضي او ذهبي، اطباق التقديم، علب المناديل، تفاصيل تخطف الانفاس. ضيوفك طول الوقت راح يتسألوا، يا ترى ضيافتها من وين؟ يا ترى اطباقها من وين؟ اكيد من شركة مجمع الشامل، شركة الابداع والتميز. حتى علب المناديل بنشارككم ادق واجمل التفاصيل بسعر 5.75 ريال هللة للقطعة الوحدة. ممكن كمان تستخدموها كتوزيعات العطور الميني لأحلى وأجمل مناكير، تضيفوا لمسات بسيطة بس راح تصنع فرق مرة كبير. الأطباق المعدن، سواء للتقديم ب3 أحجام، المتوسط، الصغير وحتى الكبير، بتاخذوا قطعة بسعر 5.75 ريال هللة. الزبديات المعدن كمان بمختلف الأحجام للشيف وكل الاستخدامات، سواء في التقديم أو في الطبخ. بصراحة القطعة جدا جميلة، أحجامها مرة مناسبة، تقدري تاخذيها ب3 أحجام، تقدري تاخذيها بالحجم اللي محتاجته، وما راح تشيلي هم السعر أبدا.
طقم الميلامين بمختلف الأشكال، الشكل البيضاوي أو حتى التباسي بالشكل المربع. لو كنت حابين الشكل الدائري أكيد كمان حنوفر بعيونكم أطباق تقديم حافظات. بتاخذوا القطعة بسعر 5.75 ريال هللة، وبتاخذوا الأربع قطع من أطباق التقديم بنفس السعر الرهيب. من قسم السيراميك أجمل الأطقم اللي وفرناها لعيونكم، ألوان غامقة بس بنفس الوقت تفتح النفس. إيش رأيكم بالطقم؟ إيش رأيكم بحجم الأطباق؟ بتاخذوا القطعة ما بين حجم كبير المتوسط وشبيه الزبدية بسعر 5.75 ريال هللة للقطعة الوحدة بألوان تاخذ العقيل. تحبوا ثيم الليمون؟ تحبوا الأورنج بأحلى أشكاله؟ شوفوا معايا من قسم السيراميك، زبدية أو صحن، بتاخذوا القطعة بسعر 5.75 ريال هللة. الصحن بيجيكم بالحجم الصغير، بصراحة مرة جميلة ألوانها وأشكالها، أبدا مو تقليدية ولا معتادة، بالعكس دائما زي ما عودناكم كل مميز مع شركة مجمع الشامل بأحلى الأسعار. أو ثيم الغزال أو اللون الأزرق والأبيض، الجمال اللي مو بينتهي والجمال اللي تعدى كل الوصف. من قسم السيراميك زبدية أو طبق، بتاخذ القطعة بسعر 5.75 ريال هللة. طرق التقديم مع شركة مجمع الشامل هي الأكثر تميز، هي الأكثر إبداع وتألق. شايفين معايا أطباق التقديم من السيراميك بأشكال تاخذ العقيد والألوان وستايل المنقط النيلي والأبيض، بصراحة حتى الحواف الذهبية ما عطيها جمال أبدا مو طبيعي. وتخيلوا أنكم بتاخذوا القطعة بحجم متوسط بسعر 5.75 ريال هللة بس، يا بلاش. وكل طلباتكم أوامر، مين رجع وفرناه لعيونكم؟ الباركين لاصق بالشكل المستطيل بسعر 5.75 ريال هللة. شايفين درجات الخشبي قد إيه جميلة؟ أخيرا وداعا للتعب، وداعا للأسعار المرتفعة، وأهلا بالتجديد بأجمل الأشكال والأسعار مع شركة مجمع الشامل. دائما وابدا لمسه بسيطه تصنع فرق كبير مع منتجات شركه مجمع الشامل. شايفين مراكن الزرع الفخاره اللي وفرناها لعيونكم باحلى الالوان واحلى الاشكال؟ وتخيل انكم بتاخذوا القطعه بس ب 5.75 ريال هللة. بصراحه كهديه جدا جميله، حتى كزينه كتوزيعات مره جميله، لا تفوتكم التفاصيل الحلوه، القطع اللي مو بتتفوت. مراكن الزرع الصناعية بسعر 5.75 ريال هللة، على المداخل، على الهدايا، بصراحة إضافات تخطف القلب والعقل. شايفين التفاصيل قد إيش حلوة؟ الألوان واللي بتعطي روح وحياة لأي مكان تنحط فيه. في قطع على قد ما تكون بسيطة ما بتحتاج أي إضافة، بتضيف لمسة تاخذ العقل على استقبالكم، على ديكوراتكم، حتى على هداياكم. بتاخذوا القطعة بالجمال اللي شايفينه بالحجم الميني وبسعر 5.75 ريال هلا للقطعة الوحدة. اختاروا اللون اللي بتحبوه، الشكل المفضل، ولا تشيلوا هم السعر أبدا. لما نقول مهتمين بأدق التفاصيل يعني احنا مهتمين بأجملها بأصغرها بأدقها، وباللي بتضيف لكم لمسة تكمل كل جمالياتكم. علب المناديل البلاستيك بتاخذوها باللون الفضي الذهبي، اختاروا الشكل واللون اللي بتحبوه بعدة اشكال، زخارف تاخذ العقل وبسعركم بس 5.75 ريال هللة. اي شكل واي لون راح تختاروا شاركوني اراءكم. محبين الخشبيات، محبين الجمال، الأناقة بأبسط أشكالها، قلنا لكم علب المناديل البلاستيك بغطاء خشبي بسعر 5.75 ريال هللة للقطعة الوحدة. بصراحة جدا جميلة، شكلها غير معتاد وغير تقليدي بنفس الوقت بسعر ولا أجمل. أساليب التنظيم بتبدأ من شركة مجمع الشامل وبتنتهي لعملائها المبدعين. إيش رأيكم بالرف المعدني اللي وفرناه لعيونكم بعلاقات من الأسفل؟ وبتاخذ القطعة بسعر 5.75 ريال هللة لأي غرض كنتي حابة، سواء في المطبخ، في الحمامات أنتم بكرامة، وحتى لو كان عندكم ورشة عمل في المكاتب. بصراحة جدا جميل بحجم متوسط باللون الفضي أو الأبيض، اختاروا اللون اللي بتحبوه واستخدام العافية عليكم. أرفف التنظيم أو علاقات التنظيم بأشكال وأسعار وأحجام ما بتتفوت. تخيل أنكم بتاخذوا القطعة بس ب 5.75 ريال هللة، رح أوريكم استخداماتها كيف جدا جميلة وأنيقة، وبتاخذوها بسعر ولا أروع.